الأوركستريتور يعني إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنستكمل حوارنا عن الهوليوود أوركسترا، البرنامج اللي هو عبارة عن داتابيز من آلات مختلفة، منهم الآلات بتاعة الأوركسترا ومنهم آلات تانية كتير، ولكن احنا كنا مركزين على الأوركسترا بالذات لأن الناس بتحب تعمل أعمال أوركسترالية. تستعمل الأعمال الأوركسترالية دي في إيه؟ ممكن تستعملها في مثلا مقدمات المسلسلات، في الدراما، في خلفيات الأفلام، في خلفيات المسلسلات، في خلفيات أي عمل درامي، في خلفيات يوتيوب مثلا أنت عامله حاطط، تقدر تعمل الخلفيات اللي عايزها، ممكن تحطها في أي أغاني. كل أغانينا الشرقية هتلاقي الكمانجات بتلعب عمل مهم جدا من الآلات بتاعة الأوركسترا اللي موجودة معايا جوه جوه الموسيقى الشرقية. فالنهاردة يعني هنشوف حل يعني ممكن ما ياخدش مجهود من ناس كتير قوي. الحل دوت هم عملوه، قالك احنا هنستعمل الكمبيوتر والذكاء الصناعي اني استعمل كل الالات اللي موجودة عندي دي بان انا اعمل تركيبات، انت تعدل في التركيبات دي عشان تطلع حاجة مناسبة لي. مش محتاجة معلومات موسيقية قوي، محتاج بس سنس كويس وانك انت تبقى عارف بتعمل ايه. ما بالك بقى لو انت عندك معلومات موسيقية كمان وعارف هارموني وعارف مدى مجال كل آلة وبتاع، هتقدر تعمل حاجات مهمة جدا وسريعة جدا، مش هتاخد منك وقت. طب نسمع مع بعض الاوركستريتور ده ايه؟ ده البرنامج بتاعي اللي احنا شفناه الحلقة اللي فاتت، اللي هو بسجل على برنامج لوجيك برو اكس. انا ممكن اسجل على اي برنامج تاني، كيو بيز او اي حاجة. فتحت عليه البلوجين بتاع الاوبوس دوت، وهنشوف هنجيب ايه بالظبط. الالة من الالات اللي موجودة عندهم اسمها اوركستريتور، هو محطوط هنا اسمه هوليوود اوركستريتور، مفيش غير اوبشن واحد بس اللي انت تقدر تختاره منه. هختار الاوركستريتور، هلاقي ويندو فاضية. الله، طب هو فين الاوركستريتور ده؟ مفيش اي حاجه لما اعزف الكيبورد، مفيش اي حاجه خالص. طيب لما انا ادخل هنا في البريزتس بقى، لو دخلت على البريزتس وهختار حاجه عندي اسمها سكورز مثلا، اوكي. دلوقتي هنشوف امكانيات هذا البرنامج بتاع الاوركستريتور ده. خلي بالك كل حاجه ممكن تستعملها هنا ممكن تفرضها في ويندو تانية وتقدر تستعمل وتلعب فيها وتغير مكوناتها. هنشوف مثلا حاجه زي فاميلي ادفنتشرز مثلا، نسمع. صباع واحد، انا بضرب صباع واحد فقط. لما عملت كورد مثلا، واحد الصباع تاني بعمل ميلودي. نسمع اوبشن تانية من نفس الموضوع دوت، فاميلي ادفنتشر برضو. البراس اللي في الورق ده انا ممكن اعمل بيه حاجه سريعه جدا فورا. طب نشوف حاجه اكشن، هوليوود اكشن مثلا، نسمع الهوليوود اكشن ده هيقول لنا ايه. مجرد نوتين، حطيت صباعين بس على الكيبورد. ده معجزة يعني، انت عملت حاجة. طب نسمع مثلا حاجة تانية، تنويعة تانية، 7/8. ايه الروعة دي؟ نسمع حاجة تانية. نشوف مثلا حاجة فان فير مثلا، ده
نجرب مثلا حاجة تنويعة تانية، نمرة 4. حاجة زي مثلا جوراسيك بارك مثلا، ولا أي فيلم أنت بتتفرج عليه في هوليوود، بالتالي بيتهيأ لك سمعت الحاجات دي قبل كده. هي ده اللي فعلا إن أنا حسيت فيه لما أنا بسمع الحاجات دي مثلا. طيب نسمع مثلا حاجة عسكرية مثلا. حاجة تريولي مثلا، مارش عسكري في جنازة. نسمع مثلا حاجة تانية، ممكن نسمع حاجة رعب مثلا. تعالوا نشوف حاجة رعب. عارف افلام الرعب اللي هي مودرن هورر هو كاتبين كده. لو عملنا كورد ديمينش فيها هيبقى الديمينش فيها هيبقى رعب شويه. داخل القاتل على الجريمة، على مسرح الجريمة، دخل على القتيل مش لاقيه، القتيل شكله غلبان هيلاقيه يا رب ولا لا، يا رب ما يلاقيهوش. حاجة مرعبة، ممكن نعمل بيها أي حاجة تانية، حاجة تنويعة تانية على نفس الموضوع يعني. هنعمل كورد ديمينش برضو مثلا. إحساس غريب. ممكن مثلا نشوف مثلا المعارك القديمة. إيه المعارك القديمة دي؟ الناصر صلاح الدين. مثلا في معركة من معارك القرن الماضي مثلا. تعال نشوف The Planet، الكوكب. عارف لما تتفرج على قناة ديسكفري وتشوف مثلا فيلم عن أعماق المية مثلا، حاجة جميلة يعني. نسمع مثلا حركة كمانجات، نسمع حركة كمانجات دي سرعتها 125، دي سلية سريعة شوية. مع تنويع تانية منها.
نسمع مثلا حاجة كوميدي، فاميلي كوميدي. انت لو راح شايف ان هتلاقي فيه كل الالات اللي انت ممكن تستعملها في التنويع ديت، فانت تقدر تطفي اي اله انت عايزها وتقدر تفتح اي اله. يعني ممكن تطفي الباركاشن، ممكن تطفي البيز، ممكن تطفي البراس، ممكن تطفي الخشبيه الفلوت والحاجات دي. فانت تخيل بقى ممكن التنويعات دي كلها كمان تطفي واحده وتولع واحده، وتسجل كل دوت على الميدي بتاعك. بعد ما بتسجله على الميدي بتاعك تقدر تعمل له اديت، وممكن تحتفظ كمان بحاجه عندك اليوزر بتاعك اللي هي الحاجات اللي انت استعملتها وعجبتك او بقت الستايل بتاعك، ممكن تحطها من هنا خالص. وبتقدر بقى ساعتها انك انت وانت بتعزف تقدر انت وانت بتعزف تعدلها وتعمل فيها الكلام ده كله. ده بالاضافه طبعا للانسامبلز اللي موجوده عندنا، الانسامبلز بتاعت الاوركستريتور ده كمان. عايز مثلا فول اوركسترا مثلا لونج مثلا، اسمع دي اللي فيها اللي جاتو ديت مثلا. عمل غني جدا ممكن تعمله، وممكن تستعمل الاوستيناتوس زي ما احنا اتفقنا على الحاجات بتاعت الاوستيناتوس بتاعتنا. او تستعمل حاجات السكورز اللي موجوده جاهزه، او تعمل حاجات يوزر خاصه بيك انت. فالاوركستريتور ده بيخليك ويؤهلك انك انت تعمل حاجات باوركسترا كامله، حاجات صعبه جدا تاخد وقت طويل عشان تعملها بسهوله، وبتاخدها تعدل عليها بس الحاجات بتاعت الميدي بتاعتها، فتقدر توصل انك انت تعمل نتيجه مرضيه جدا في وقت قصير جدا في الناس اللي مستعجله وبتعمل بيها شغل. طبعا خوف الناس كلها تستعمل الحاجات ديت خالص وتترك التعلم انك انت تعمل ازاي تبني بناء اوركسترا. فانا انصح دايما جرب واعمل، خد حاجه سريعه جدا اعملها وتضيف عليها كمان حاجات انت عاملها بنفسك، وضيف آلة عليها وعدل في الالات ديت، اتعلم كتير، شوف هم بيعملوا ايه واسمع كويس هم عملوا ايه، وحاول تقلد بانك تعمل اعمال مماثله لكده، وانك انت تحط الالات ديت في الاماكن بتاعتها، وتعرف مدى كل اله صوتيا من الات الاوركسترا. وبكده تقدر انك انت تستعمل الالات اللي زي دي ماكسيموم، انك انت تقدر تعمل اقصى استعمال ممكن تقدر تعمله. ده كان شرح بسيط جدا للأوركستريتور اللي بيجي مع هوليوود أوركسترا، واتمنى أشوفكم الحلقة الجاية.